ابو جبل حبيب لا استعجلونا بالخير عددوها اليوم العالي تحت القوه ونحن الدرس يلي واقف عبالي لا تتلون حسب الطقس عن يميني وشمالي اهمس امس والمس امس بتلقى بشعري عنوان هذا مختار مختار البدو ابن شادي النايف ام فله بنت المرام للملك عز الترابين المدرب يحيى الترابين القياده ستكون لزنور يلا شباب نورا أياس أبو جبل على صوت قلب الأسد ينطلق بعملية الإحماء تحت إشراف وتدريب اسطبلات أبو جبل للملك بها عباس أبو محمد من كفر كنا ايضا زنور على صوت مختار البدو للمالك عز الترابين المدرب يحيى الترابين القياده للصقر زنور عمر الحسون على صوت نجم سيرين المالك وسيم وابو يحيى عوابده مدرب وسيم القياده لابو الحسون عمر برق الشيخ مع مالك حمادة من شيخ البدو الملاك عمار ومالك حمادة مدربين مزرعة العاديات القيادة لمالك حمادة حبيبنا اللي على أرضية الميدان ملي شغل يخلي لنا الميدان اللي ملي شغل أرضية الميدان يخلي لنا الميدان المدربين يكونوا على استعداد بإدخال هذه الأسماء رومان نجم سايمون جولان سلام الهيب أو اللهيب وعندليب هذه أسماء الخيول المشاركة في المجموعة والشوط الثاني عشر مفتوح الدرجات فعلا انطلق الشوط الحادي عشر 2019 في اولى على بركه الله يا ابو جبل على صوت قلب الاسد ينتزع الصداره من البدايه برق الشيخ مع مالك حماد بالمراتب الثانيه الخيول بالمراحل الاولى من السباق نجم سيرين يترقب بالمراتب الثالثه ما شاء الله تبارك الله قلب الاسد مع يا ابو جبل ما يزال متصدر هذا الشوط الاحصنه في مجموعه واحده بقبال دخولها المنعطف الاول قلب الاسد ما يزال متصدر هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله مالك حماد على صوت برق الشيخ يحاول تخليص الفارق ايضا نجم سيرين وعمر
الحسون. الخيول خرجت من المنعطف الثاني، قلب الأسد خرج من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم من الداخل. ما شاء الله تبارك الله. مالك حماد على صوت برق الشيخ يحاول تقليص الفارق. نجم سيرين أيضا مع عمر الحسون، إلا أن قلب الأسد مع ياس أبو جبل. قلب الأسد مع ياس أبو جبل بالمرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية برق الشيخ مع مالك حماد. نجم سيرين مع عمر حسون بالمراتب الثالثة. استقبال بطل هذا الشوط قلب الأسد يعود إلى منصة التتويج تحت إشراف وتدريب اسطبلات آل أبو جبل. مبروك ألف ألف مبروك لدى عباس أبو محمد من كفر كنا، مبروك لآل عباس وفرسان خان الجليل أجمعين. لبطل هذا الشوط قلب الأسد مبروك لفارس المستقبل عاطف الأياس. أبو إياس طبعاً أبو إياس الله يحميه إن شاء الله يا رب. مبروك للمدرب المستقبل إن شاء الله عاطف أبو الأياس. وين التصفيق؟ مبروك المبروك. شيلوا لي بلال، بلال هذا يشيل لي بلال، بلال شيلوا لي إياه حبيبي حبيبي. زقفوا له بعد مرة لأبو الأياس عاطف الله يحميك حبيبي الله يسعدك عمي. الله يهدي بالك وسرك يا ابو محمد يا بهاء. ما امي ولا بلادك مش هينيتهم. مين قال لي شيلوه حبيبي بلال؟ انا انبسطت بشوفتك بالميادين والله. ملك عليها الفن يمين. اذا المرتبه الثانيه برق الشيخ بن شيخ البدو الملاك عمار ومالك حماد مدربين مزرعة العاديات. القيادة كانت طبعا لمالك حماد. وين التصفيق لمالك حماد ومزرعة العاديات؟ ألف ألف مبروك ما شاء الله تبارك الله. برق الشيخ يكتفي لكن بالمراتب الثانية. ألف مبروك لمزرعة العاديات ملاك ومدربين مالك وعمار حماد. والثالث نجم سيرين. نجم سيرين صاحب المرتبة الثالثة في هذا الشوط كان بقيادة عمر الحسون بن بطل الأبطال صانع الأبطال بلاك ديس برادو وحمامي الملاك وسيم أبو يحيى عوادي المدرب وسيم. ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك وسيم أبو يحيى. تستعجلون الشوط الثاني عشر رومان نجم السيمون جولان سلام اللهيب وعند